الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الفاتحة هي أم القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن، وكيف لا، ونحن نقرأها في اليوم على الأقل 17 مرة، وهي التي لا تصح صلاتنا إلا بها. وللأسف الكثير من الناس يخطئون فيها، ونحن في هذه الدقائق سوف نبين الأخطاء ونصححها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أغلب خطأ يقع فيه الناس يكون في بداية السورة، يقولون حمد لله، والصحيح إثبات الألف واللام، الحمد لله. ولا بد هنا أن نركز على حرف الدال، لأن بعض الناس تسكن الدال فيقولون الحمد لله، وبعضهم يفتحون الدال فيقولون الحمد لله، وبعض الناس يبدل الدال إلى تاء فيقولون الحمد لله، وكله أخطاء. والصحيح الحمد لله. أما في قوله تعالى رب العالمين، أغلب الأخوة يخطئون في حرف الباء فيضمونها ويقولون الحمد لله رب العالمين، أو يفتحونها ويقولون الحمد لله رب العالمين، وكلها أخطاء. والصحيح الحمد لله رب العالمين. أما في قوله تعالى الرحمن الرحيم، لابد هنا أن نركز على حرف النون، لأن غالبا تكون فيه الأخطاء، فبعض الناس يفتح النون ويقول الرحمن الرحيم، وفي ناس يضمون النون ويقولون الرحمن الرحيم، وكلها أخطاء. والصحيح الرحمن الرحيم. أما في قوله تعالى مالك يوم الدين، بعض الناس يبالغ في كسر الكاف حتى تصبح ياء فيقول مالك يوم الدين، وهذا خطأ. وبعض الناس يسكن الكاف فيقول مالك يوم الدين، وهذا أيضا خطأ. وبعض الناس يقول مالك يوم الدين فيضم الميم، وهذا خطأ. وبعضهم يقول مالك يوم الدين، وأيضا خطأ. والصحيح مالك يوم الدين. أما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بعض الناس يحذف تشديد الياء فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا خطأ. وبعض الناس يسكن الكاف فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا أيضا خطأ. والصحيح إياك نعبد وإياك نستعين. وبعض الناس يكسر الباء فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا خطأ. وبعضهم يسكن الدال فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا خطأ أيضا. والصحيح إياك نعبد وإياك نستعين. أما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، في ناس يبدلون القاف إلى الغين فيقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا خطأ. والصحيح اهدنا الصراط المستقيم. أما في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، بعض الناس يحول الذال إلى زاي فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا خطأ. وبعض الناس يحذف الهمزة فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا أيضا خطأ. والصحيح صراط الذين أنعمت عليهم. أما في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعض الناس يبدل الغين إلى القاف فتصبح غير المغضوب، وهذا خطأ. والصحيح غير المغضوب. وبعض الناس يبدل الضاد إلى الضاء فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا أيضا خطأ، لأن بدل حرف مكان حرف. والصحيح غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا العمل،
واعلم أنك لو نشرت هذا المقطع وكنت سببا في تغيير تلاوة بعض الناس في كل صلاة يصلون لك فيها أجر بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.